طيب شوفوا البريدجز من تشتري جدا استعمالها، هلا خف استعمالها شوي لانه صار عندنا نستعمل ديجيتال سيستمز، بس البريدجز بشكل عام في الميجرمنت سيستمز نوعين، في عندنا نل بريدجز وفي عندنا ديفليكشن بريدج. هلا بشكل عام التركيبه لاي بريدج، ويت ستون بريدج ولا اي سي بريدج ولا شيرنج بريدج، شو ما كان نوع البريدج، في عندنا فور امبيدنس، وانا عم بعطيه اسمه العام كامبيدنس، هلا ممكن كحاله خاصه بانه يكون ريزيستنس. فاي بريدج راح يتكون من فور امبيدنس وفي له اكسايتيشن، طبعا ممكن يكون اي سي بريدج وممكن يكون دي سي بريدج. فهون راح يكون عندي سورس يعطيني اكسايتيشن، مضبوط؟ هلا ممكن هذا يكون اي سي وممكن بحاله خاصه يكون دي سي. طبعا اذا كان هدول اربع ريزيسترز احتمال كبير شو يكون الديفليكشن؟ السورس دي سي. وإذا كان في عندي أي كومبوننت من الأربعة هدول رياكتيف كومبوننت اندكتر أو كاباسيتر لازم يكون السورس هون اي سي. وهلا عندي هون راح يطلع الأوتبوت، هذا هو الأوتبوت فولتج راح يطلع من الدائرة هاي. هذا أنا هون عمالي باخذ البريدج في أعم أشكاله، وراح نسمي هدول مثلا نسميهم زد 1 وزد 2 وزد 3 وزد 4. هلا البريدجز في حالة المختبرات تستعمل كثير كنال بريدجز. شو يعني نال بريدج؟ يعني انه بكون عندي هون مثلا واحد او اكثر من هدول الارمز اللي موجوده هون عمالي بعمل عليه بغير. هلا السبب ممكن يكون في حاله النال انه عندي unknown component وعندي 3 known components. ففرضا نفترض انه زد 3 كان unknown component وزد 4 وزد 2 وزد 1 انا ممكن اعرفهم عندي في المختبر، فعندي اجهزه دقيقه في المختبر زد 1 زد 2 زد 3 زد 1 زد 2 زد 4 وزد 3 خلينا نفترض انه unknown. هلا انا بدي اطلع قيمه زد 3 بدقه متناهيه، باجي بحط هون فيري فيري سنسيتيف جالفانوميتر، واذا كانت هذه اي سي بحطه هون اي سي. هذا عم بحكي هلا عن النل. شو بعمل بحاله النل؟ بضل اغير زد 1 وزد 2 او زد 4 كمان اذا كانه متوفر لي، بضل اغيرهم بحيث انه الفولتج هون يصير زيرو. انا وصلت هلا هون النل كونديشن. عند النل كونديشن إذا هذا صار زيرو معناها الفولتج عند النقطة هاي بيساوي الفولتج عند النقطة هاي، مزبوط؟ فبصير عندي بالحالة هاي Z2 على Z1 زائد 2 يساوي Z4 على Z3 زائد Z4، مزبوط؟ هذه هي. هلا لاحظوا هدول إذا كانوا impedances في شرطين حتى تكون المعادلة هاي صحيحة. إيش هم الشرطين؟ بده يكون عندي فيز وفي عندنا ماجنتيود، مزبوط؟ هذا بيطلع معك معادلتين من هون حتى يتساووا هدول الاثنين. بهاي اللحظة بقدر اطلع قيمة Z3 بدقة متناهية، وطبعا ليش انا بدي شرطين؟ لأنه Z3 احتمال يكون كومبلكس، مزبوط؟ امبيدنس، ففي رقمين بدي اطلعهم من هون، فبيطلع معي هذا الرقم بدقة متناهية. خليني اضرب هلا هدول الرقمين لأنه في أشياء رح تشطب معي، أصلا في أشياء رح تشطب معي، Z2 Z3 زائد Z2 Z4 بتساوي Z1 Z4 زائد Z2 Z4 Z2 Z4 Z2 Z4 معنا من هون صار عندي Z2 Z3 يساوي Z1 Z2 صار عندي Z1 في Z4 بتساوي Z2 في Z3. هذا النل كونديشن، هذا النل كونديشن لا البريدج، وهذا الاستعمال يستعمل عادة بشكل هلا بيوصلوا لدرجة انه هذا هون اي سي نحط هيدفون، يعني حتى يكون دقيق جدا وصلوا لدرجة يركب هيدفون هون. هي احسن دعاية للجامعة الفنية مش هيك؟ هي على الفيديو موجود، خليني انزل على هذا هون. هاي السماعة بحطوا سماعة على اذن على اذنه الشخص اللي عماله بيشتغل، بضل يغير. تخيل قديش الاذن الانسان حساسة، بضل يغير هون بالسيتنجز، وطبعا هون في عنده كمان مقاومات بيقدر يغيرها بحيث انه يضل يرفع 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 السيتنج، يضل يظبط بهدول الدقه المتناهيه من هون بحيث انه يطلع القيم معاه. وبعدين وقتها طبعا صارت اذا Z3 هي الانون راح تصير عندي Z1 Z4 على Z بقدر اطلعها. طبعا عندي هون شرطين حتى يتحقق، ولازم يتحقق مع الفيز، لازم يتحقق مع الماجنتيود. هي تعتبر من ادق الطرق، النل بريدج من ادق الطرق لقياس قيم المقاومات. اذا عندي كاباستر مش عارفه او اندكتر مش عارفه بدي اطلع قيمته. نعم بسمع
بطل اسمع صوت بالمره أسمع. تمام، وصلت يعني مرحله متناهيه، دقه متناهيه. لا تستعمل هذا، هذا بيستعمله لانه اي سي، فالاي سي بقدر اسمعه كفريكونسي معينه، بتكون هذه اودبل فريكونسي هون الصوت. او بدي اجيب فيري فيري سنسيتيف جالفانوميتر، بضل طبعا اظبط في الهاي. هلا هذول المقاومات بيسمعوا لي في البدايه، لانه في البدايه اذا في عندي ديفليكشن رح يكون الجالفانوميتر رح يروح اقصى اليمين او اقصى الشمال وراح يعلق، يعني مش رح يبين معي. ففي البدايه بكون عالي، هذول المقاومات عاليه. كل ما قربت من حاله النل بصير انزل هذا، انزل هذا لحد ما بالنهايه، لحتى لما هذا يصير زيرو لسه برضه الجالفانوميتر ما عم بعطيني شيء، بكون وصلنا لمرحله. هاي كثير من المختبرات لحد الان احتمال في مختبرات تستعمل الطريقه هاي. اذا عندي كاباستر او اندكتر بدي اقيسه بشكل دقيق، انواع البريدجز مختلفه، في شيء اسمه ماكسويل بريدج انا مش متذكرهم هلا، وشيرنج بريدج، وهذا شيء مثلا بيستعملوه اكثر للكاباسترز، شيء بيستعملوه اكثر، شيء بيستعملوه حتى يقيس الكيو فاكتور في الدائره، وفي حتى منهم اشياء حتى يقيس الفريكونسي. عند شرط الفريكونسي بتحقق، بتكون الفريكونسي نفسها النون، بس بقيه الكومبوننتس نون. هذول اسمهم الاي سي بريدجز.